اسمي ناصر نصر الله، فنان تشكيلي إماراتي، عضو في مراسم بيت الشامسي في الشارجة. شاركت في معارض داخل الدولة وخارج الدولة، وكان عندي تجارب في التقييم مثل تقييم بينالي الشارجة للأطفال. سفينة ناصر الفضائية هي مدونة بلوج موجود على الإنترنت، nasrnasrallah.blogspot.ae. أعرض فيها تجاربي الفنية، أشياء خاصة فيني، أعرض فيها رسائل اللي توصلني على بريد المرسم، وهو مشروع بديته هذا العام. أقضي أغلب وقتي في المرسم في نهاية الأسبوع، لأن أيام الأسبوع أكون مشغول فيها في الدوام والبيت، ف يعني نهاية الأسبوع عندي هي فرصة لأي المرسم وأشتغل. بالنسبة لشغلي أو العمل، أشتغل كمدير برنامج التعليمي في مؤسسة شارجة للفنون، وهذا بحد ذاته يخدمني في فني، وأيضا فني يخدم الوظيفة هاي، بحيث أن نحن طول السنة ننظم برامج وورش فنية خاصة للمجتمع من فئات الكبار الصغار وذوي الاحتياجات الخاصة. شاركت في مجموعة من الجاليريهات اللي موجودة في الدولة، لكن كانت أغلبها مشاركات جماعية مع فنانين ثانيين. أغلب أعمالي فيها مواد مختلفة، أشتغل على لوحات طبعاً ألوان باستخدام ألوان الأكريليك. المواضيع عادة تكون تخص السوق أو المخازن، الأماكن اللي فيها أشياء كثيرة أو عناصر كثيرة مختلفة وملونة. وبالنسبة للأعمال التفاعلية، أحب أستخدم فيها اللي هي العناصر المستخدمة الاستهلاكية، خلينا نقول اللي هي في السوق موجودة مثلا في مكتبات، في محلات الكهرباء، في القرطاسية مثلا.